بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بمشاهدتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المقتبس من نور ضيائك صلاة تحل بها عقدتنا وتفرج بها كربتنا وتقضي بها حوائجنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وجرى به قلمك عدد الأمطار والأحجار والأقطار والأشجار وملائكة جبار وعدد ما خلق مولانا من أول الزمان إلى آخر الزمان وسلم عليه وعليهم مثل ذلك والحمد لله رب العالمين